بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عشر كان وحوك بلابان يا آية دلواتن يا تضبات أو سورة فادر كمذا إلهي سبحانه وتعالى وقنو غصة ورمي عشر كان أيد ودا بيي آيات دي مركاسي إلهي رسول كيسة تصليد وقديقة أيي أو الله وحودا سبحانه وتعالى ولو إن كان كفار مكاه ديك بينيين كو أيها كهري أيها بيني أيها نفس الشودي رسوشا سوحي أولا تمدو لإلهي آيات عد عدو معجزوين وحي أولا تمدو مركاسي زبور سيدة صحف إبراهيم الولجي ذا إيا كتب تمركاسي افتيماي توريد إيا إنجيل وكالنتو مركا دي أي بينيين وان قبطو لإلهي كو كفريي فكيف كان نكير لإلهي آيات دينو ميشان كالقرينو آياتنا وحال الله خضاب آيا قف كالصو مؤمن هو خضاب وكسورتو وهو يكسورتو ذو وحانا ميشان لو كيني وهذا المسأنف وهذا البلاب أي عصبه إن لعدايو إلهي قطر دي سوين كيده يحكم هذا الله سيدي كامل أطاه إلهي حول ألم ترسو مؤقد ألم ترسو أركي ميسد أن الله ألي أنزل إنو دجيي من السماء السمد حقيده ما أن مدر أكسو دجيي وأدلو مركاسي إلهي قطر دي سي وحداني ستصالي نيسا ألم ترى سوء أركي ميش دولة إلهي أي ألم تعلم ويه أن الله ألا أنزل إنو دجيي من السماء السمد حقيدة ما أن مدر أوكسو دجيي سمد أسمدر كإمانا وشي آدي آدي وين أو إلهي نعموين كيس كوء وين هدنا إلهي قطرديس وحدانيس تصالينيس إد سمد أسمدر كرتمجرت إلهي مرك وحوداي ما أس أو واحد وين مدر كسمدة كإيمانه يه هذا ما إسكي مذي مس واحد وين وحوليه هي انتفاع يوليه وحك صو الله وكانه حلم يكفر ليان إلهي عبس وكان زهيه إلا الله وحده فأخرجنا وان صابحنا التفاد ويغيبيه ذي على قمل عصدة تكلم الله من عصدة بل هذا القرآن كي كمته فأخرجنا وان صابحنا وده الله سبحانه وتعالى به بساب الماء ما سبب كي سوا مدر كي سمرات سماريا رأيانو كصابحيني او روب كمركي وحاوي او يمادو او دو سمار ايا احرادك صابحيس فاخرجنا وان صابحينو ده الله سبحانه وتعالى به بساب الماء مدر كي سبب كي سمرات سماريا رأيانو كصابحينو الالهي سمرات ايا لير مكاسي وحاوي وا سمار او كلا دوان وي او هل نوع انان اهينين سيدا مركاسي لأركايو مختلفا حالو يكيو اسخلاف سيهي الوان وهامد بياشيد الالهي مختلفا حالو يكيو اسخلاف سيهي الوان وهامد بياشيد او سمار تاس مد بيالا كلا دوان الالهي كأخلر وأحمر وأصفر وغيرها وي مد وا عقاريهي مد وا قدوديهي مد وا بوريهي مد بوا حوي نوع واي سمارتا وحضر كيسا إلهي مدول بالنوع قونية هي مدب قارة أي أصمينا يا أيضو هل مدب هذه اللوصية ونوحا لغا فيرنا دعم غاسي تاي وحي كتوسينا يسا الله أود إنو ليه سبحانه وتعالى بركة صورة يا الله دنا سبحانه وتعالى تاس وحوي حق سمارت وي ومن الجبال إلهي وعودا سبحانه وتعالى ججد تان أيا مركاسا خبر كيو مبتديو الضمراء ومن الجبال بورها حق وضو الإله سبحانه وتعالى جدد أياءه الإله سبحانه وتعالى جدد أياءه بيض أوعد إيه وحمر كوى قدودا إيه وصفرنا كجرت ومن الجبال بورها حق وضو الإله سبحانه وتعالى جدد نوع الإله جمع جدة وي جدته وحال إلى ذا الطريق في الجبل ليرا وضد أو بور تقر كذا مريسة أيا وحالي إلى هذا مركاسي أيا جدد لها ومن الجبال والإله بورا حقوضة جدد جدد أياءه لإله أما ودوين أياء بيض أياءه لإله سبحانه وتعالى كوعد أياء أو بورت وحاكر مرايا وضعت إيا وحمر مد قدودا إيا مد جالة
هي مد مدو وحكة سوية مختلف حال ويكيو إسخلاف سيهاي ألوانها مد بياشر مختلف حال ويكيو إسخلاف سيهاي ألوانها مد بياشر وهذا وحوية وددعس أو بور تكور مرايسة قولي لهذا كارن كالله وددعس وحوية ودوين كاس وددعس ومدب كيدا كالدوين oo buuraha wadooyinka maraaya waa kala duwan yihiin waxay waliba u dhawdahay buurta markaas sida ayada markaas midabkoodu u yahay xayira buuraha waa diyaabaysa ayaga ayaa alwaan oo kala duwan ah aad iyo aad alwaan kala duwan u yihiin markaas uu dhaylaahay subhanahu wa ta'ala wamin aljibaal buuraha qooda u dhaylaahay wajudadun jidad yaala ayuu dhaylaahay ayaa min aljibaal buuraha qooda بيض كوا عد عد إياه حمر كوا جدودا مختلف أما سجدد أسوا كسف فيسا مختلف وإسلاف سيه هاي ألوانها مذ بياشيد وإسلاف سيه إياه غرابيب وعيود إلهي صلح يا لا أياء سود أو مذوبون إلهي إياه غرابيب صلح يا لا عيود إلهي سبحانه وتعالى سود أو مذوب أي قعد فانتا جدده ومن الجبال جدد يو قرابيب ويسلح ياله سود أمدو وهو الصخور دكحان وي وآدي آدم مدو وي قرابيب تو هو دكحان تآدي آدم مدو وي صلح يال أيال إلى مكاس يو قرابيب أيور إلهي صلح يال أيور إلهي سبحانه وتعالى سود أمدو مرك هذا تاس إلهي سبحانه وتعالى وها وكور ما الله سبحانه وتعالى آيات أو إلهي قدرتي سي وحدانيس تصالينيس هدنا وها هو انتفاع او سغيهي مخلوقات كدمانتو انتفاع او سغيه وها مركه الايداس لغا سو قاداي مدركه هي سمارته او سو بخينايو هي سيده ماركاس انواع او مختلفه اي اوتاي هي بورها ودوين كمرايه او ايغونا ماركاس نوعياله كلا دوان اه او مدبدود او كلا دوانيا عندنا إلهي وحوده سبحانه وتعالى ومن الناس ضدكوا إلهي يا والدواب دابوينك يا والأنعام نعمولي ذو إلهي إلهي عندنا وحوده سبحانه وتعالى ومن الناس أيقنا وحوي ومن الناس ذا مرك وحوي ضدك أيها عندنا ضد كان إني بني آدم كان إنه أصغنا أنواع ويهي أي إلهي تمام يا ومن الناس ذا مرك وحوي خبر مقدم واي مختلف الألوان هنا وصفة لموصوف محذوف هو متأ صنف مختلف وي ألوانه مرك حاس هو قدر إيسا وصنف سو قدر صنف صنف قاسو مختلف أو إسخلاف سيه ألوانه مذب ياشيسا أيام من الناس ضدك كمدة إيا والدواب دابوينك إيا والأنعام نعموليدة سيدا سمارتو إيا بوره سو خلاف سيهين وحوية بني آدمك هي الدوابته هي حولها عادي قهولة نقضه أيها نصاص وقلوها إلهي حوله سبحانه وتعالى وصنف ومختلف تانا مركاسه وحوية أي خبر كي ومارت مقدمة مؤخرة ومن الناس نمتده ومركاسه وحوية خبر كي ومقدمة خبر كي وحانيها خبر وحوية خبر كيو مركا مقدمة وي مختلف انت مركا وحوي وحي نقول سيدنا صفة لموصوف محذوف وهذا مركاسي وصنف صنف صنف قاسو مختلف وإسخلاف سيه ألوان مذب ياشيس أيا من الناس ضدك كمدة ضدك وادرته مذب ياشيس وكال قدوي مدعط مد أحمر مد أبيض مد مارتيا أسود مد مارتيا إسكو جرأة بني آدم كان مركاسي جنسياش أو مركاسي عالم كان جوغا أو قف والبؤون جنسيال كلاه إلهي أبور كيس واي سبحانه وتعالى وعوية وح إلهي قدر ديسة يوح دانيس الوأر غانصده أو صنع إلهي وي سبحانه وتعالى تاس إن مركاسي لؤقا دال خبا ماهان مركاسي إن مركاسي ضدك كي مركاسي لعدي لقرحيي كي لما ذوبين لفول حميي ماهان أخنت ساس وآية آية من آيات الله تعالى وي وآية إلهي أو إلهي إن لو أقون صدو إنه صدو وحدون عدو وحدو عدو دونه صدونه أو كدقائي
maxay la qofkan hadda waxa weeye dadka hada juhaala diin la wayaasha weeye oo markaasii tafriiqul unsuriga sameeynaayo oo ana unsuriyada ay ku jirto oo masalan ba haddii waxa weeye uu cad yahay oo qofki markaasii aswad ka ahay oo xaqiraayo waxa weeye qofkaasu asagoo sancada ilaahi ka soo horjeeda waay ama saqafkan suurada u yaala suuradaas ayuu ku xaqiraya ama macnaa si kale ilaahi subhanahu wa ta'ala u sameeyo u yaala sidaas uu ku xaqiraya asaguna hadda waxa uu sheeganayo waxa uu sameeysta ma taas waxa weeye markaas jahli iyo axmaqnimo iyo diin la'aan weeye waana la iskula xisaabtamaya maxay yala waxay ka dhigan tahay ilaahi sancadiisa waa sida ilaahi sancadiisa oo laga soo horjeestay oo la xumeeyahay waay ilaahi sancadiisa oo la xumeeynaayo weeye oo sidaan qofkan ilaahi maxuu uga dhigay la leeyahay waana wax markaasi bani aadamka ku badan dhibaatada ugu xoogga badanne oo macaasida ugu weyn ay ugaga imaanayso oo waxa weeye markaasi camalka uu ku baaba'ayo in masalan dad la xaqiro wax laga sheego lays midab takooro lays maaratay lays heeb sooco waxyaabahaas waa waxyaabaha markaasi khatarta keenay waay sababtoo ilaahay naska wuxuu ku cadeynayaa in dadka bani aadamka ah iyo dawaabta sida masalan ba hadda wixii qoob ku tukubaal ilaa sida waxa weeye maaratay waxa qoobkood isku yaalo fardaha iyo markaasi dameeraha iyo biqaasha iyo ayaa dawaabta laga wadi karaa ancamtana xoolaha aan dhaqanin oo geela iyo looda iyo ariga weeye ilaahay waxa uu dhahay subxaanahu watacaala kuwaas iyagana waxaa ka mid ou dha ilaahay kuwa midabkoodi iskhilaafsan yah kadalika ka ikhtilaafi simaari waljibaali sida waxa weeye simaarta iyo buuraha midabadoodi isu khilaafsan yah buuraha caalamkan markaad fiiriso buura oo cajiib ahaad arkaysaa oo markaasi alwaan iyo ashkaal mukhtalifa aad iyo aada u kala duwan arkaysaa taas waxa weeye awoodda ilaahay in lagu aqoonsado waay oo ilaahay kana inuu saan ka dhigaayo kana saan ka dhigaayo midki si mid walbana sida laga ilaahay uu ka dhigo ilaahay ma uusan dulmin sancada ilaahay waay sida alla u dhigo inuu raalli ku noqdaan la rabaa ee adiga maanta haddii lagu madoobeeyo inaad tidhaahdo midka cad ayaa loo nicmeeyey oo markaasi haddana weliba ay dhici karto inuu kaasu diinba uu lahay inuu kaafir uu yahay ee markaasi sidiisoo kale iyo xarakadiisa iyo sida uu u yaallo iyo suuraddiisa iyo aad raaraadiso taas waxa weeye qofkaas laftirkiisu waxuu noqonayaa qof ilaahay subxaanahu watacaala waxuu ka dhiga raalli aan ku ahayn oo dhahayo markaasi ilaahay aniga waa igu dheelee kaasuu qurxiyey taas iyadana dembi weyn oo kabaa'ira waaye foolxumo weye oo lagu cadaab mutaysanayo qof kasta oo iimaan laho ilaa waxaan iimaan lahayn isleyna khayr lahayne waa inuu raalli ku noqdaa qadaha iyo qadarka ilaahay suuradda ilaahay ku siiyey inaad raalli ku noqoto weye maaha inaad maaragtay kiimika inaad soo gadato jirkaaga markaasi aad si kale ka dhigto ood meel walba markaasi aad bedesho oo waxa weeye jirkaaga aada ilaahay kuu abuuray aada xoqto ee waxa weeye waxyaaba badan oo markaa masaa'ib ay ka dhalanayso cudurro ay ka dhalanayaan aada markaasi jirkaaga u samayso xaaraan weeye taas waxaana ku sugan markaasi musiibo ayaa ku sugan musiibo ayaa ku sugan oo weliba markaasi dadka dumarka afrikaanka iyo ugu badan yihiin iyo dad kaleentooda unsaase ee markaa jirkii ilaahay u abuuray ay markaasi bedelayaan oo dad kale wax loo abuuro ay raadayaan jirkan hadda adiga ilaahay ku siiyey iyo suuradda tan xigmo gaarha ku jirto oo midkaas kale waxa ku jira waxaan ahayn waxa laga yaabaa in adiga taadu ay fiicanta ayaa dhici karta oo macnawiyaad badan ay ku jirto waxaa lagu fiicnaada iimaankaas waay qofku wax kasta aada dow rabo jircadoo hadhow naar lagu gubaayo maxaad uga dayanaysaa waa axmaqnimo taas iyo diin la'aan weeye marka arintan hadda waxa weeye waxa ilaahayna leeyahay subxaanahu watacaala inamaa in kaleeto maahine yakhsha allaah alla waxaa ka cabsanaya min cibaadihi addoomankiisa alculamaa oo culammada iyo ilaahay ka cabsanaysa oo hadda waxyaabahan adilada ah waxa wax ku qaadanaya cabsi ilaahayna ugaga siyaadaysa iyo heybo ilaahay uu ka heybaysto wuxuu ilaahay noo sheegay inay dadka culammada yihiin bikhilaafi aljuhaali juhaalada khilaafsan sida masalan ba kufaarta iyo munaafiqiinta iyo kuwa lucafaaul iimaanka ah kuwa masalan ba waxa weeye midabadooda bedelayaba ka midaba inamaa in kale adaatu xasri weeye yakhsha allaaha alla waxaa ka baqowdha ilaahay cabsi oo xaqiiqa weeye min cibaadihi ilaahay addoomankiisa alculamaa
معناه waxa weeye khashiyada absida ilaahiya waxa uu yahay shardi geedo cilmi wa iyo macrifo oo ilaahi subhanahu wa ta'ala la yaqaan marka qofki macrifadiisu ay badato oo rabbigiisa uu garanaayo kana akhshaahum lahu weeye ilaahi waa midka ugu cabsi badan weeye waato hadiiska nabii ah ana akhshaakum lillahi wa atqaakum lahu waato nabii kaleey salaam salaam anagu waxaan ahay midka alla idin kaga cabsi badan oo alla ka cabsi og oo ilaahi subhanahu wa ta'qwadiisa ay ku badan maxay la nabii kaleey salaam asaga waxa weeye macrifadiisa macrifa gaaraysa ma jirto makhluuq la siiyo ma jirto maadaama marka macrifadiisa rabbigiisa uu ku leeyahay midda makhluuqa ay ka badan tahay waa weyn markaas wuxuu noqonayaa midka alla ugu cabsi badan ayuu noqonayaa taqwada iyo waxyaabahaas waxay ku xiran yihiin ilaahay subxaanahu wa tacaala macrifada lagu leeyahay hadda hal macrifo sheeganayo oon ilaahay ka cabsanaynin kaas hadda mid ilaahay hoojiye waaye laakiin waa qofku marka uu caamil yahay weeye marka taas waxaad ogaanaysaa cilmigu inuu cabsida ilaahay uu keenayo oo sidaas uu yahay laakiin jahliguna uu yahay oo dadku hadday juhaalo yihiin cabsi ilaahay inaysan lahayn oo cabsidoodu haddaa meel fog aysan sii jirin ilaa waxa weeye juhaalo weeye oo allaha ayba ka heybaysanayaan maba yaqaaniinba marka juhaaladu waxa weeye waxay garanaysaa ma jirtaa amwaad weeye marka juhaaladu markaasuu dhahay ilaahay subxaanahu wa tacaala innamaa in kaleeta mahayna yakhsha allaha waxa hadda aayaddan sidan loogu khatimaayo waxaa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ka soo waramay aayado badanaa ilaahay ka soo waramay oo markaasi cajiib ah oo wax badan laga qaadanayo ayaa ilaahay soo ka soo waramay subxaanahu wa tacaala oo madarki iyo saameyntiisa iyo faa'iidadiisa ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ka soo baxay iyo waxyaabaha madarka ka dhalanaya oo anwaac ah buuraha markaas iyaguna oo anwaac ah xayawaanka markaasi oo bani aadam ku jiro isaguna noocyaalo ah intaas marka waxa weeye intay cabsi u kordhinayso yaa waaye innamaa in kaleeta mana yakhsha allah alla waxaa ka cabsana u ilaahay min cibaadihi addoomankiisa alculamaa culammada culammadii ayaa markaasaa ilaahay ka baqaysaa layidhi hadda waxaan cilmi lahaynin ilaahay say uga cabsadaan waa adag tahay taas waxaa jirta qira ah innamaa yakhsha allaha min cibaadihi alculamaa la yidhaahdo waxa weeye markaasi waxaa macnuhu noqonaysaa ilaahay subxaanahu wa tacaala addoomankiisa wuxuu weyneeyaa ay macnaha innamaa yucadimu llahu min alcibaadi alculamaa weeye marka alculamaa markaas nasbadaas la akhriyo oo ilaahay wuxuu weyneeyaa addoomankiisa culammadu weyneeyaa waxaa saas marka ilaahay subxaanahu wa tacaala alla u weyneynaayo oo haddana ilaahay subxaanahu wa tacaala ay ugaga cabsaayaan likownihim acrafu naasi birabbihim wa adqaakum lahu waxa weeye dadka kuwa alla ugu aqoon badan weeye oo rabbigooda yaqaana ilaahayna ka baqaaya marka falwaajibu cala naasi dadka laftirkooda waxaa waajib ku ah culummada inay iyaguna tacdiimiyaan weynaan ixtiraamaan ayagoo alla ku dayanaya subxaanahu wa tacaala qiradaas markii la akhriyo ilaahay wuxuu weyneeyo waa inaad weyneysaa weye maahan inaad darajatu nubuwa iyo darajatu uluuhiya iyo la gaarsiiyo maahan laakiin wax walba maqaamkooda in la gaarsiiyo oo lagu ilaaliyaa loo baahan yahay culummada maqaamkeeda in lagu ilaalshaa la raba laakiin hadday culummadii iyo markaasi jaahilka oo maaragtay faasiqa qofkay isugu mid yihiin qof aan iimaan lahayn weeye maxaa yeelay ilaahay waxa uu ka khabray in ilaahay inuu tacdiiminaayo oo weynaynaayo marka hadday ilaahay yaa ayuha aladiina aamanuu adiicu llaha waadiicu rasuulow dheh dadka mu'miniintahow ilaahay adeeca rasuulkana adeec taas marka ilaahay baa lagu raacayaa subxaanahu wa tacaala maxaa yeelay waxa tacdiimkaas waxa u dhacaya alla u dhacaya mahay ayaga markaasi uma dhacaayo waxaa yeelay rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam xadiiska saxiixa waxa u dhahay ina min ijlaali illaahi tacaala ikraamu dishaybati lmuslimi ilaahay weynayntiisa waxaa ka mid ah qofka muslimka oo cirada ah oo islaamka ku gaboobay in la karaameeyo وحامل القرآن غير الغالي فيه والمتجافئ يقفك حامل القرآنك أو قرآنك إلهي حنباري أو مركاسي قرآنك نعامل كؤه غير الغالي فيه والمتجافئ أو قرآنك مركاسي قلو قصة من كحد قد باية أما قرآنك كفقنان أهين أو قرآنك مركاسي عامل كؤه سيدا سا مركا أرمتها إن الله الله الإلهي عزيز عليه قالب ويملك جيسة غفور عليه الضعف الله سبحانه وتعالى
الدومن كيس مؤمنين تذنوبته ذنوبته إلهي وعافيا أدنى إلهي وحده سبحانه وتعالى إن الذين قوى يضلون أخرنا آية كتاب الله إلهي كتاب كيس مره دي وحوية علمدي أيهين قوى إلهي سبحانه وتعالى كعب صنا آية أما إلهي علمد أوينين آية علمد مركاسي وابا قوى كان مركا إلهي وحده إن الذين قوى يضلون أخرنا آية كتاب الله إلهي كتاب كيس أخرنا آية وحوية كتاب كي أخرنا آيان على ظهارة أولى أيغو ظهارة قصغن أما أن قصغنين هذا يسان وحوية ظهارة إيسان قصغنين ظهارة دنا وحالغة ويسادة لغوضة عن ظهر على ظهر قلب دو شيء كأخرنا آيان أما سمصحف كي كأخرنا آيان مركي ظهارة قبان فضل إلهي واسع وي وهذه وحوية أذن ظهارة قبين معنهم أن ظهارة دنا وحالغة وضا ظهارة مركز كامل كويسادة لغوضة هذا قف كي مركز جنوب قبه نينك جنابه قبا اما ناتي حائله تاس اذا احاديثا سو ارورتي احاديث وانا سندكيدو حسن يحيى سو اروري ان مركا ناتي عاده قبطه اما سو حويي نينك يا ناتي جنابه قبا قران اني اخريا اني حرامته هاي الحديث كو ترمذي النبي عليه الصلاه والسلام لا يقرأ الجنوب ولا الحائض شيئا من القران قف جنابه قبا رج دمر وحو يهبه iya naag caado qabta waxa xaylka loo yahay xaylka caado loo yaqaan shay quraanka kamida ma akhraayn uu dhahay rasuulku kaleey salaam salaam markaasi waxa weeye nahyiga sunan nahyu tahriim weeye culimadu say isku waafaqsanta ila dad un shaashada muyaana wax un sheegsheega laakiin taas waxa kama jiraan in alladina kuwa yadluuna akhrina wa ilaahi kitaaba la ilaahi kitaabkiisa wa qaamu salaata salaadana oogaaya salaada waxa weeye ihtimaam gaar ah ayaa la siinaya وأنفقوا بحنا يود إلهي أو نفقينا مما كي حقي سوحك بحنا رزقناهم أنكو أرزقني سرا سرعة هي وعلانية سدارة يرجون كواس وحي رجينا تجارة تجارة إلهي تجارة ذا صولا تبور أن هلاك سمين إلهي سبحانه وتعالى ضدك مؤمنين تأه إلهي وحوله سبحانه وتعالى كوا إلهي كتاب كيس أخرنا دشها كأخريانو مصحفها كأخريانو فضل إلهي واسع وي هدنا وحول إلهي صلاة أوجا يو صلاة دائمة وجد صلاة وحوي إن أركانتي هي شروط هي هيئات هي آدابتي تواد وحلا لي ماذ تصائق من غنيسة هدنا وأنفقوا بحنا يقول إلهي سبحانه وتعالى مما كي حقيس وحكب بحنا رزقناهم أن كأرزقني سرا سر هو قرسودية هي وعلانية سد ظاهر هو موقت زكية غير كذا بوي هذه واحد الله بحاجة زكيهن يدور وأركا ينادى بحساب يعني سأن محكاس منافق نمؤيو أن الوجود ميسن ضد كنائك هذا ضيدان لكن هذه صدقه أيتهاي صدقه أو تطوعة سسرعة ينادى بحساب يعني قفقات سيه سسرعة دوسيس ساسو ناقة هذه أذوق وأركا ينادى بحساب لكن قلب جاجنا وحق يا يسوع معي سنخرج إنه إلهي قلب جاج أو ساس يو هذه إلهي إله بك أوجي أيضا وحوي مارتة واحدة بعثام ملا يرجون كواس وحي رجين ايان تجارة تجارو اي رجين ايان تجارة ذا سولان تبور مثل هلاك سميسان هيد ما لنت قيام الهي سبحانه وتعالى الهي كتجاري سيني تجارة ذا سربي حيدي اي ما لنت قيام هلا ايان وهي ارهجين ليوفيهم الله انه اوفيه اجورهم اجريا شوضة ليوفيهم الله سبحانه وتعالى انه اوفيه وجورهم أجري الكود في إلهي سبحانه وتعالى لم تنلا العاقبة والسيرورة لإله محايا رصاصة دايسة ميايان عربت أيا وحين قنيسة ليوفيهم الله إنه أوفيه وإلهي أوصي وجورهم أجري الشوض وثواب أعمالهم وي ووحا صد أي سميايان وقران كي أخرين تيسة صلاة دئة حوله أي بحنايين إلهي سبحانه وتعالى ثبوه ذي وصينا وهو يزيدهم الله وزياديه زيادة وحوية وحي سمايا وحك زيادة من جاء بالحسنة فلو عشر أمثالها وي من فضله إلهي فضله سوى زياديو وحيه وإيسان سمايين أو زيادة هدنا إلهي وقدره ويزيدهم ألا أو زياديو من فضله فضله إيسا ألا أو زياديو إنه ألا نغفور عليه ضعفوي أو ذنوب توضع ضعفاية شكور عليه كأقبلاي ويضاعدوه شكور إلهي كي كشكنا الدليل معناها
شكرك رشنتان على وحوي إلهي وثوابنا يا وي عملك أي سمايين أي إلهي سبحانه وتعالى كثوابنا يا ساسي مركزين قنيسة مركز عشر كين أنت سوق إجي هاي والله سبحانه وتعالى أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.